عارفة يا سارة، عارفة أوحش حاجة إيه في المشروع؟ إنه خلاني أبص علينا إحنا الاتنين من أول وجديد. فاكرة أنت قلتي لي إيه أول ما اتجوزنا؟ قلت لي تعرف يا يحيى، تعرف إيه أحلى حاجة في الدنيا؟ الحاجة اللي ممكن تتقسم على اتنين. بس للأسف في المشروع ده أول حاجة ما تقبلش الاسم على اتنين. أنت بتحكم عليا عشان مشروع؟ أنا مش بحكم عليك ولا حاجة، أنا بس مش عارف ألاقيلك عذر، لأنك أكتر واحدة عارفة إن المشروع ده بالنسبة لي مسألة حياة أو موت. المشروع ده بالنسبة لي كان حلم، حلم نفسي ومنى عيني إن أنا أحققه، زي أحلام كتير قوي لحد النهاردة أنا مش عارف أحققها. عارفة يا سارة، إحنا بقينا عاملين إزاي؟ مجرد اتنين شركة بيزنس، مع إن الشراكة الحقيقية اللي المفروض تبقى بيني وبينك هي شراكة الحياة، هي الحب، الجواز، الأسرة، الأطفال. شكرا عشان فكرتني ان ما بخلفش. على فكره انا مش ناسي، بحب افكرك ان لسه بتعالج، ورحت عند مليون دكتور، ان دي حاجه بايد ربنا مش بايدي، ولو كان عندي الموت بسبب الشغل او حتى غلط فده طبيعي. بس انا اللي عايزه اسالك، مين اللي فينا اللي لازم يساعد التاني ويقف جنبه؟ مين اللي فينا لازم يعاتب التاني؟ انا ولا سارة؟ انا يحيى ارجوك كفايه، مفيش داعي. لا في داعي يا سارة، ولازم تفهمي انا قصدي ايه. يحيى ارجوك، مش عايزه اسمع اي حاجه تاني، انا بس عايزه افهم هنعمل ايه في موضوع فرح ده المهم اللي انت عايزاه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.